بتحرقنا. هنسيبها ولا نردها ونجوم نجوم نطفيها قبل ما تيجي تحرقنا. هنسيبها ولا نردها ونجوم نجوم نطفيها قبل ما تيجي تحرقنا. ده الدم سلسال وعبى تفرقنا. اضطر 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 يا ولدي نار بتحرقنا. هنسيبها ولا نرد سلسال وعبى بحور. حمدان انقبض عليه؟ لكن يدور على اثارات بسبب يموت ناس غلابه وما لهمش ذنب يبقى يستحمل نتيجه عمايله عاد. وايه يا باشا؟ مركز اهدى اللي مات فيه. صح برضك يا شباب المأمور ولد العمده يتحجز عنديكم هنا في الحجز. يا لبساه لبساه بس يطلع من ميها دي اللي فيها كلام تاني. قبل ما امشي يا باشا اسم حمدان العمده ما يتحطش في المحضر اللي بتعملوه ده ولا ذكر اسمه ياجي. انا خلاص. انتوا ايه؟ ايه الشر اللي ماليكم من ساسكم لراسكم ده واخدكم في سكه اللي يروح ما يرجعش؟ سلوى الصفوانيه من زمان ده لو انت ما خبراش يعني. اسمع لما تحدد ما تقطعنيش. اذا كانت حماك هي اللي وراك ووزتك تعمل كده كلها بلاش تحفر ورايا تاني. اذا كانت ما تعلمتش من اللي حصل لها زمان قول لها المره دي بقطع رقبه.
خلاص يبقى ابوك ناوي له على مصيبه سودا. هنرجع الصفوانيه وشعبنا كلهم هيتملكوا بيوتهم كمان. يا ربي انا ما عرفاش اللي بعمله ده بفايده، اللي كاني بحرت في الميه وكانك ابو زيد مع زيد. بقول لك ايه يا عم، شؤون العاملين بيباركوا لك. والله وانا بقول لك يعني اصرف لهم شهر. فهماني دايما الدين. طب يا حجة دلوقتي الحكم صدر، هنعملوا ايه؟ هنعملوا ايه؟ هننفذوه. محامي فضل منيمني، فضل يقول لي القضية مضمونة، القضية مضمونة، والخبير هيكتب التقرير لصالحنا. لحد ما طربقت فوق راسنا. شفت يا ابوي اللي انا كنت خايف منه حصل؟ ها الخوف ده كلمه تنساها يا حمدان، فاهم ولا؟ ابوك ما بيخافش. هات انت خايف من ايه يا حمدان؟ قول له بصلحي. تكونش حمدان خايف ان شعبنا ياجوا يطلبوا بحقهم؟ ياجوا يا ولدي، حتى لو كانوا الف راجل، لو كانوا هيسدوا عن الشمس. لا يجرب الصفوانية هنقتلوه. البيوت والارض اللي حكمت بيها المحكمه ليهم دي بتاعتهم، جدي هارون اشتراها منهم زمان. ايه ما يسيبوا البلد. عفارم عليك يا صالح، قول لابوك يا ولدي الصار عليه نسي. انسى كيف بس يا ابوي، ما كل حاجه كانت على يدي. حمدان ما كانش عايزك تتدخل في الموضوع ده عشان مركزك ومقامك الكبير. ما لو كان جوزك يقدر يحلها وحديه خلاص، انا ما كنت سالت. يمين بالله ما كنت هسال ولا هاجي الصفوريه من اساسه. لكن جوزك واضح انه مشغول بحاجه ثانيه. ما انت كمان كنت مشغول عنينا سنين طويله. اديلك كديه ما شفناكش في الصفوريه. امرني يا ابوي، امرني وانا انفذ حتى لو فيها قطع رقاب. ما تشغلش بالك يا حمدان، ما تشغلش بالك يا ولدي. سيب الحكايه دي علي انا اتصرف. كلها كام يوم وعمتي نصرة تستلم الحكم ونرجع الصفونية من تاني. ايه ده؟ انت مش خايف؟ خاف من ايه؟ عادي يا ماج، احنا هنرجع الصفونية وراسنا مرفوعة لفوق. وبعدين ما تقلقيش قوي كده، هيبقى في حكومة كتير عشان يسلمونا الأرض. ربنا يحميك يا حبيبي. يحمينا جميعا إن شاء الله، ويخلي لنا عمتي نصرة. أنا فرحان جو، فرحان جدا. ربنا يفرح قلبك على طول. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. هارون بيبي يقول لك دي قرصة ودني ليك انت وشعابنا كلهم. ولا هيقرب ناحية الصفونية ولا يعوز منها حاجة، مفيش غير الموت. يلا سلم سلم سلم، الحقوني حد يجيب لنا الإسعاف. سلم الحقوني الحقوني. الحجة نصر حسبتها صح، كسبنا القضية. وبكره كده هارون لما ناخد ارضنا وبيوتنا يا ابوي، الحاجه نصره دي بميت راجل. قصدك انها ضحكت على ميت راجل؟ ايه الكلام المزق ده؟ خليتكم بعتوا الارض والبيوت بتراب الفلوس وهي تسوي دلوقتي شيء وشويات. عيب يا ام سالم عيب. الحاجه اللي ضحكت علينا ولا غصبتنا نبيعوا لها؟ وبعدين ده ما كانش كلامك، ما انت ما وافقتيش نرجعوا لها فلوسها. ما كنتش عارفه انها كده ماليه ايديها من القضيه. ربنا وحده هو اللي رجع لنا حقنا. رجعها الناصره. هو انتوا عادلكوا ارض ولا بيوت في الصفونيه بعد ما بعتوا لها؟ ايه الكلام المنطق اللي زد النفس ده؟ هات البرنجان، هات البرنجان، هاتي. اها مخلل. اها مخلل. قومي اعملي الشاي، قومي قومي. بعد الوكل. الحمد لله خلل. الحانة يا أم فضل. أيوة
معقول؟ طيب شوف يا احمد، انتوا مالكمش صالح بالحكايه دي خالص، خليكم بعيد عنيها، واللي ليه حق يا سيدي يبقى يطالب بيه بنفسه. طيب مع السلامه. مع الف سلامه. خير يا يحيى؟ احمد بيقول لي ان في حكم صدر لصالح الشعابنه ضد ابويا في قضيه ارضهم وبيوتهم اللي ابويا خدها منهم بالغصب قبل سابق. ما انا عارفه. عارفك انت ايه؟ عارفك؟ ما امي قالت لي في التليفون من يومين عن الحكم، وانا ما لحقتش اقول لك. ايه مالك؟ اللي كنت خايفه منه حصل. وايه ده اللي انت خايفه منه؟ لانه كان سر بيني وبين امي، عهد عليا ما اقولهوش لحد ابدا الا بعد الحكم، وكنت مستنيه ان امي اللي تقول لكم. عهد ايه وسري؟ انا ما فهمش حاجه من كلامك ده، ما توضح كلامك يا علي. الشعابنا، الشعابنا باعوا ارضهم وكل اللي يمتلكوه في الصفوانيه لامي من سنين. يعني كل اللي يمتلكوه الشعابنا بيجي ملك امي. يحيى انت زعلت؟ لا، ودي حاجة تزعل برضك. كنتش أتوقع يا علي إنك تداري عني حاجة في يوم من الأيام، وخصوصا سر زي ده. ولا خفت تقولي لي أقوم رايح مبلغ الراجل اللي الدنيا كلها حاسباه عليا أب إلا أني؟ يا برك يا فكرية، يا خرب بيتك يا ام سالم. ولدي يا ناس، ولدي. جالك كلام يا فضل؟ جالي كلام؟ جالكم كلام يا رجال الشعبنا؟ اهو هارون ما سكتش، بدا بولدي. في ايه؟ في فضل؟ سالم مال؟ هارون، هارون بعت رجالته ضربوا ولدي وكسروا عظامه. ولدي من الحياه والموت يا ناصره. ايه اللي بتقولي ده؟ بقول اللي سبق وقلته لك قبل كده، ومحد سمع كلامي. كلهم سمعوا كلامك انت ومش وراكي. احسني كلامك. معلش انا جاتي، ده ولدها، بلاش نعتبه عليها انه بادي. خليها عليك يا حجه. معلش. سلم يا عم سلم. معلش يا عم اخر، حسبك تجري يا بعيد. مين قال الحديد ده يا ام؟ خالتك فرحه هي اللي قالت لي. يعني الشعابنا هيعودوا الصفوانيه وياخدوا من هارون اللي ليهم؟ دي كانت رجليهم تتكسر قبل ما يخطوها. هي سايبه ولا سايبه؟ ليه؟ هو مش حاجهم والمحكمه حكمت بيها. الحكم ده يبلوه يشربوا ميته، ده بيوت وارض جوز عمتي. وانت مالك بتدافع عن هارون مع انه خد الارض والبيوت دي بالغصب؟ عشان هو اولى بيها يما، ليه يسيبها للغريب؟ دول مش غربه هنيه، دول اصحاب الحج اساسا. هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ بقول لك ايه؟ مش هنروح وبيتنا عاد تاني يا هنيه؟ لا، روح انت لحالك وانا عايشاك. انا قاعده هنا في دوار ابوي، ما مشيش منه لو انطربكت السما على الارض. ايه قولك؟ انا قول لي يا صالح، حكايه الشعار من قسم القضيه اللي كانوا رافعينها في الجده كتير صح؟ عرفت الحكايه دي منين؟ كلام ماري الصفوني. انا اللي قال لي الاستاذ احمد جوز بنت الحاج نصر. الاستاذ احمد. وقال الاستاذ احمد ده طلع لكم في كل خرابه. خوت راسي. معقول الشعابنا هيرجع الصفوانيه بعد كل السنين دي؟ وهياخدوا اراضيهم وبيوتهم؟ اياك تنطق الحديد ده تاني يا عواد، ولا يكون فيها خبرك، ولا هيستجئ من الشعابنا ويعود الصفوانيه من تاني، هندفنوه حي. انا ما بقولش الكلام ده يا صالح، المحكمه قالت كده. المحكمه تقول زي ما هي عاوزه يا خفيف، وانا بقول لكم البيوت اللي بتتكلموا عنها دي خلاص بقت ملك جدي. واللي هيتكلم في الحديد ده تاني يبقى هو اللي جنى على نفسه. اوعي. يلا يلا كل واحد يقعد في مطرحه. يلا. طمنا يا دكتور. سالم عامل ايه؟ سالم بتقرب له ايه؟ انا عمه وودي ام. الحمد لله هو فاق دلوقتي. ولدي فاك يا بنت كريم. يا رب يا بنت كريم. يا رب الحمد لله. يمين ونطلعه غرفه عاديه ان شاء الله. يا بنت كريم يا رب. شكرا.
شيلينا الجزور. انت كريم ربنا يريحك. الله يخليك. الحمد لله على سلامته. بقول لك ايه، انا عايزك تقول لي الاخبار اول باول. طيب مع السلامه. ده موظف في المستشفى اللي سالم نقلوه فيه، وبيقول انه فاق وبجازين. يا ريته غار في داهي. المهم ان الرساله وصلت لشعابنا، عرفوا ايه اللي ممكن يجرى لهم لو فكروا يعودوا الصفونيه تاني. واذا استجروا يا جدي وعملوها تاني؟ قلت لك يا ولدي ما يقدروش، هم لساهم ما نسيوش اللي حصل لهم زمان. انت غلطان يا هارون، دول لو لساهم خايفين ما كانوش رفعوا قضيه من اصله. وانت بتقول يا ابوي ان ولادهم ماسكين مناصب دلوقتي، يعني ما يعرفوش اللي حصل لاهلهم زمان، يعني ممكن يفكروا يرجعوا الصفونيه تاني. خليهم يجوا حمدان، احنا مستنيينهم. احنا لسه هنستنوا يا جدي. تقصد ايه؟ لازم ناخدوا احتياطاتنا. ايوه صالح عنده حق. انا بقول يا ابوي اننا نضر الصفونيه كلها رجاله بسلاح، محدش عارف اللي ممكن يحصل. الف سلام عليك يا ولدي، ان شاء الله هتروق وهترجع للعاد. ان شاء الله. تسلم لي رجليك يا عم. تسلم يا حبيبي. انتوا ليه ما عملتوش محضر باللي حصل؟ ليه يا سالم قلت اللي ضربوك ما تعرفهمش ولا تعرف ليه عملوا كده؟ محضر هيفيد بيه بس يا ابا؟ اللي فيه فايده نحن نروح السفاريه وننفذوا حكم المحكم. يا مرك يا فكريه، لساك بتقولها يا فضل بعد اللي حصل لسالم؟ احنا هنروح علشان اللي حصل لسالم ما يروحش هدر. يبقى هيجرالكم اللي جرى لسالم واكتر كمان. بعد الشر الله يخليكي ما تقوليش كده. واحنا ما خايفينش. ان شاء الله يكون فيها قطعه رجع. بزيادانا خوف، بزيادانا خوف، خوفنا كتير قبل سابق او متنا واحنا عايشين. يا فكريه يا خرب بيتك. بزياداك يا الله، بزياداك مش قادر اتكلم. مرجوكي عم فضل، عم فخراني عندي ومحك، وريتني كنت سليم عشان كنت رحت معاهم. انت بتقول ايه يا ولدي؟ ده لو اخر يوم في عمري. ما انتش معدت بالصفونيه طول ما انا عايشه. اسمع كلام امك يا ولدي، امك عندها حق. ان شاء الله احنا لما الارض ترجع والبيوت ان شاء الله بعديها وتعاودوا الصفونيه تاني وتقعد في بيت جدك الجديد. انت بتقولي يا ناصره، ولدي لو جرى له حاجه هيبقى ذنبه في رقبتك. انت عايزه ولدي يتقتل زي ما ولدك اتقتل؟ ألف سلامة ليك يا حبيبي، ربنا يطمنا عليك. معلش بالإذن. إيه؟ أنت اتجننتي ولا إيه؟ اللي قلتيه ده يا مرعي مخبى لأنت. ليه يا أمك دي؟ ليه؟ ليه بتقلبي عليها المواجع؟ حرام عليكي، ليه عملتي كده؟ العمة نصرة ما تستاهلش كل ده. أنا عارفة اللي أنا عملته ده غلط، بس ده ولدي، ولدي. هو في حاجة؟ أنت ما قعدتيش، أنا ركنت العربية وطالع لقيتك نازلة. إيه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة. سالم بخير الحمد لله. هو أنا بس اللي ما عنديش جهد يعني أقعد مع حد. فكرية زعلتك؟ يبقى زعلت. فكرية أصلاً ما حدش بياخد على كلامها، ما بالك وولادها مرمي قدامها كده. جرى يا أم حسن، ما تتحدثي معايا أمال، ما تفكي قلبك كده. مفيش أنا جاتها، وليه يعني؟ هو أنا سواء يعني بزعل على حالي وبعدين برجع استغفر. الله يكرمك. عقديه أنت مؤمنة وصابرة. استغفر ربك واقلب الصفح. استغفرت وقلبت الصفح. استغفر الله العظيم يا رب. مرضي كدير؟ أي أي. طيب ماشي ماشي، متشكرين. مع
السلامة. خير يا ابوي، في ايه؟ فيه قوه طالعه من مديريه الامن والمركز جايين هنا الصفانية عشان ينفذوا حكم المحكمه. يا نهار اسود وما طلعلوش الشمس. طلع الشمس ليه يا مرات ولدي؟ خليهم يجوا، انا في انتظار. مش قلت لك يا جدي شعبنا ممكن يستجرى ويعملوها؟ يجوا يا صالح، اهلا وسهلا بيهم. قلت لك احنا مستنيينهم. أما يما انت رايحة فين يما؟ واه انت ما تعرفش ولا ايه؟ الشعبنا راجعين على الصفوانية ومعهم قوة كبيرة، لازم اكون هناك. انت تروح الصفوانية تعمل ايه يما؟ اقف مع جوز عمتي وجوز اختي. وانت مالك ومال اللي بيحصل مع جدي هارون وجوز خالتي؟ انا كيف؟ مش ده مال واد بنت خالتك فرحة؟ بين جدك يقول علينا ايه واحنا سايبينه في ساعة زي دي؟ يلا تعالى معاي. لا يما انت عارفة رأيي في الحكاية دي، عايزة تروحي روحي لحالك. اقدح؟ ماشي يا ممدوح ماشي. اطلع يا اسطى. الله 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 الله، راحة فين يا هنية؟ بعد عني الساعة ده يا كامل، أنا ما طايقاش نفسي. بعد الله. اطلع اطلع. اوعى ايه ده؟ موت أبوكي حتموت مين تاني؟ جاتك غورة. شوف حد من الغفر اندالي هارون بيه. تمام يا فندم. اهلا يا هارون بيه. حاضر يا سعادة البيه. شوي وزع القوى اللي معاك كلها على حوالين المنطقه وامنها كويس، ما نضمنش ايه اللي ممكن يحصل. حاضر يا سياده اللواء. خليهم في وضع استعداد. حاضر. حضرات الساده الضباط، هنوزع القوات اللي معانا. عناصر هتأمن يمين السرايا وعناصر هتأمن شمال السرايا. مفيش ضرب نار إلا بأوامر. اتفضل نفذ. واد نفذ. نظر ايه دي؟ الحكومة دي كلها جاية لصلاة هارون بيه تعمل ايه؟ ما هم جايين ينفذوا الحكم. الحكم؟ وهارون بيه حيوافق يسلم الارض والبيوت لشعابني؟ استرها يا رب، جيب العواقب سليمة ورجع الرجالة بالسلامة. الله يسامحك يا ناصرة. هي ايه؟ تكونش عاملة للشعابنا سحر ما ينطن لهاش كلمة. هي توصل كمان ان عمك فضل يطلقني بسببها؟ ما كفاياك يا ام، أكفاياكي بقى. إيه؟ مش حاسة بيا ولا إيه؟ أنا تعبان حرام عليك ما قدرش أتكلم. بعدين مش كفاية منعتيني إن أنا أروح معاهم؟ تروح فين يا ولدي؟ أنت أصلك ما توعاش على هارون واللي عمله زمان في أبوك وجدك وأهل الشعابنا زمان. هارون ما يسكتش على اللي هم رايحين علشانه. ربنا يجيب العواقب سليمة ويرجع الرجالة بالسلامة. هم زمانهم دلوقت وصلوا الصفوانية. ربنا يستر ويجيب العواقب سليمة يا رب. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا.
اهلا يا شباب المامور. اهلا يا باشا. اهلا يا ست اللواء. نورين. الله يخليك يا عمده. خير يا باشا؟ في ايه؟ معانا حكم التسليم الشعبنا ارضهم وبيوتهم. طب يا باشا الكلام ما بقاش على الواقف كده، اتفضلوا جوه نشربوا الشاي ونتكلموا. لا مش جايين نضايف يا عمده، احنا جايين ننفذ حكم المحكمه. طب يا باشا الصفوانيه ليها كبير، لازم الاول يتاخد اذن. القانون ما فيهوش كبير يا عمده، ما انت فاهم كده. ماشي الكبير فين؟ خف الكبير لما الحكومه جايه. انا الحكومه، اوعى تنسى دي. ايوه يا جوز عمتي، وريهم العين الحمراء، وخصوصي احمد وحماته دي. الو يا صافي، بقول لك ايه، الحكومه واقفه دلوقتي قدام السرايا. طب كلم حبايبك، انا مستني. مع السلامه. خلاص قول الشغالين اللي هنا يعملوا شايات وقهاوي للبشوات اللي برا. حاضر تعالي. البشوات اللي برا دول قول لهم ابوي كان بيتسبح وهيلبس هدومه ويطلع لهم طوالي. انا ما خلص الاستشاره دي، مش معقول يا ولدي اطلع لهم والسجارة في يدي، خصوص إذا كانت متلغة مع حشيش. البلد مليانة حكومة وأمن مركزي عند سراية هارون عشان ينفذوا حكم المحكمة، وحمدان هناك ومعاه رجالة كتير معاها سلاح. وإحنا مالنا ومالهم؟ ما يولعوا ببعضيهم. ما أنا جاي لك، الحاجة نصر هناك ومعاها كتير من رجالة شعبنا. أمي راحت ليه هناك؟ معرفش. مصيبة لتكون راحت تحامل الشعبني زي ما حامت ليهم زمان. يا دي النهار اللي ما طلعلوش الشمس، احنا مالنا يا ربي ومال البلاوي دي؟ انا كلمت يحيى وعليا وهما جايين لنا. انا نفسي افهم، امي هملت الصفوانيه من زمان وراحت تشوف تجارتها في اسكندريه، ايه اللي رجعها للبلاوي دي؟ استر يا رب، استر يا رب. يا اهلا يا بشوات، مش كنتوا تقولوا انه هتزورونا النهارده؟ كنا علقنا اليوفط وفرشنا الارض رمله. يا مرحب يا مرحب. أهلا يا سعادة الباشا. احنا مش جايين زيارة هارون بيه، احنا جايين ننفذ حكم المحكمة. بس كده العينيا التنين، أنا نائب الدايرة والحزب، أنا رجل الحكومة كلها، واجبي أساعدكم على اللي أنتوا عاوزينه. أنتوا برضك الحكومة مش كده ولا إيه؟ أهلا يا نصر. أهلا بيك جنابك، أهلا بيك. ده كده ما يبقاش في أي مشكلة بقى يا هارون بيه؟ يا ربنا ما يجيبش مشاكل واصل. الحكم يهديه اللي عايزنا ساعدك في جنابك في تنفيذه. يعني بيوت شعبنا وارضهم في حكم نهائي صدر لصالحهم يا هارون بيه. لا غلطان يا باشا. غلطان؟ ايوه، ارض وبيوت شعبنا دي انا اشتريتها منهم زمان لما حبوا يسيبوا الصفوانيه، ودفعت لهم حقهم على داير مليان. احنا كل ده ما يخصناش يا هارون بيه. في حكم لصالح الشعبنا بتسليمهم ارضهم وبيوتهم، وحكم نهائي واجب التنفيذ. هو جنابك مش بتقول راجل الحكومة؟ خلاص سيب الحكومة تنفذ. تصالحك ايه انت يا نصرة؟ الشعبنا واقفين اهم، ما فهمش راجل يتكلم. احفظ ادبك يا هارون بيه، ما تنساش نفسك، الشعبنا كلها رجالة او يسدوا عين الشمس. خلاص خلاص، انا مش مالين اهمكم ولا ايه؟ خلاص ما صحش كده. أنا دلوقتي جنابك بتكلم باعتباري صاحبة حج ومصلحة وخلاص. حج ومصلحة ايه دي اللي بتتكلمي عنيها؟ يعني أنا دلوقتي اشتريت ودفعت، أبقى صاحبة حج ومصلحة ولا لا؟ أنت بتقول إيه يا مرض دي؟ أنت اتجنيتي ولا إيه؟ كان إحنا جايبهاش البر ولا إيه؟ اللي اتكلم عن حدث عنده اتكلم. خلاص يا ابني بس خلاص بقى، في إيه تهور؟ الصبر يا ناس الصبر. يا جناب العمدة أنا دفعت واشتريت. اسأل جناب النايب كلامي ده يمشي ولا ما يمشيش؟ قول له جناب. قلت ايه يا هارون بيه؟ عايزين نخلص من الموقف ده. وعدها لك جنابك، رجلينا وجعتنا من الوقفة دي، عايزين نخلص من الحكاية دي. شوف يا نصرة، العقود دي تبليها وتشرب ميتها، وربنا يعوض عليك في الفلوس اللي دفعتيها للشعاب. يعني ايه يا هارون بيه؟ عرض دي أرض شعابنا وبيوتها
ملك هارون بيه. محدش هيمس حاجة من أملاكي في الصفانية، خصوصي أرض وبيوت شعبنا اللي بتتكلم عليها دي. باشا أنا عاوز حق يا باشا، حق. أنت كده بتمنع تنفيذ القانون يا هارون بيه، وهتتسبب في مشكلة كبيرة، وهتضطرني إن أنا أنفذ الحكم بالقوة. ارجل قدام. هارون بيه، احنا معاك ورجالتي بره. راح لاشارتك. واحنا تحت امر الحاجة. وما هنفوتهاش ولا على رقبتنا. شكرين يا سبعاوي. بقول لك ايه يا باشا، لو عايز تنفذ الحكم انا ما حيشك شيء. بس يكون في معلومك، الدم هنا هيبقى للركب. وانا بخلي مسؤوليتي وحملك المسؤولية. مش قادر تاخد القرار، انا ممكن اكلم الاعلى منيك، بس يعني هتبقى عيبه في حاجه. هارون بيه، ايوه يا فندم. نعم، تحت امرك يا فندم. حاضر يا فندم، حاضر. مع السلامة. ادي امر بانسحاب القوة. القوات هتنسحب. قوة مين اللي هتنسحب؟ حرام عليكم، حرام. يا حاجة، يا حاجة، في استحالة أمنية لتنفيذ الحكم، ممكن تحصل مجزرة. كيف يعني؟ ليه ما كنتوش عارفين انكم شايلين الصعيد؟ ما تعرفوهاش دي؟ يا حاجة غصب عني. في أمر جه من الوزارة بتأجيل تنفيذ الحكم. اتفضلي يا حاجة. معلش يا ناصر، ربنا يعوض عليك. يا حاجة ما ينفعش، اتفضلي، بقولك لازم تمشوا قبلينا. اتفضلي يا رجالة، سحبوا يلا كل. اتفضلوا. هنتقابل تاني يا هارون بيه. الحمد لله والشكر لله، ترجعوا بالسلامة. اوعاكم تتعاركوا مع حد من أهل الصفونية. أول ما تطلعوا من جنة طمني على طول. يلا مع السلامة. في يوم الشعبنا ما عرفوش ينفذوا الحكم. كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ زي ما بقول لك كده، هارون كان معاه اسلحه ياما، والحكومه خافت يبقى في معركه كبيره فاجلت تنفيذ الحكم. يعني ايه؟ الحاجه نصر رضعت عليها الارض والبيوت؟ تستاهل اللي جرالها. هي ايه؟ فاكره هتقدر على هارون؟ انا تمنيتها وحصلت. انت شمتانه فيها يا ام سالم؟ لا، انا كنت خايفه يتنفذ الحكم والشعبنا يرجعوا الصفونيه من تاني. ساعتها هارون مش هيسكت والدم هيسيل للركب. بس ربنا ستر. ربنا ستر. يا ريتني كنت قتلتك يا هارون وخلصت منيك. الله يكون في عونك يا عم دلوك. ما تعمليش في نفسك كده، انت حطت رجليك في الارض بالدنيا كلها. زعل نفسك ليه دلوقتي؟ ما انت اللي حيشان عنيه، واحنا هنغلبه فيه يعني. طب انت عم الله يرضى عنيك، ما تعملش فينا كده. انت قهرتك واعره قوي وما تسواش الدنيا كلها. فوق الملك ده لا هيجرالك حاجه، لا اول مره معاه ولا هتبقى اخر مره.
الحال معاه ناس ومحاسيبه والورد يطرح تاني تاني وينديه ما للزمان ما نملش من